زي ما قلنا احنا هنغطي بس البروجنوستيك سكورنج اند مانجمنت. زي ما حضراتكم كلكم عارفين يعني ايه اهميه الليفر في الجسم، ان هو في حاجات بيصنعها، في حاجات بيعملها اكسكريشن، الديتوكسيفيكيشن، السينثيسيز. لما تخيل ان يحصل حاجه للليفر تعمل لك سادن انسلت يخلي لك يحصل لوس لكل الفانكشن دي، ده هيديك لكاتاستروفيك ايفنت في عيان ما كانش عنده حاجه قبل كده وذاوت بري اكزيستنج ليفر ديزيز. النقطه دي مهمه، وذاوت بري اكزيستنج ليفر ديزيز، عشان نفرق من نوع تاني اسمه اكيوت اون توب اوف كرونيك، خارج نطاق المحاضره بتاعه النهارده. عشان كده دايما الديفينيشن بيقول لك هو عباره عن سيندروم. الليفر لما يتاثر السيندروم ده بيظهر في ثلاث حاجات: جوندس، كواجيولوباسي، انكفالوباسي. ثلاثه دول وذاوت بري اكزيستنج ليفر ديزيز. واهم حاجه الديوريشن، الديوريشن دي مختلف فيها لحد دلوقتي. ناس تقول لك شهر، ناس تقول لك لا معاك لحد 26 اسبوع، في ناس وصلتها ل 28 اسبوع. عشان كده اتحطت الكلاسيفيكيشن بعد كده، بيقول لك والله انت شوف العيان، هل الجوندس لحد الانكفالوباسي كان في خلال 7 ايام ده سموه هايبر اكيوت. طب لو كان من بعد السبع ايام لحد شهر ده قال لك هنسميه اكيوت ليفر فيلير. بعد الشهر لحد 24 26 28 على حسب الجايد لاينز المختلفه ده سموه سب اكيوت ليفر فيلير، لان ده كله في الاخر هياثر معاك على الديسيجن بتاع المانجمنت. هل الكلاسيفيكيشن دي ثابته؟ لا، كل واحد حاطط الكلاسيفيكيشن بتاعته والديوريشن بتاعته الجابانيز غير كل الكلاسيفيكيشن غير بتوع المانيا، كل واحد حاطط الكلاسيفيكيشن بالديوريشن بتاعته. خلينا في اللي فاتت هي اللي احنا نعتمدها عشان يبقى كلامنا موحد. الكوز بتاعت الاكيوت ليفر فيلير كتيره، اشهرها واهمها هو رقم واحد الدراجز والتوكسينز. لما بتيجي تتكلم على الدراجز، فاشهر واحد في الدراجز في كل الجايد لاينز وفي كل الكتب هو الاسيتامينوفين. ليه الاسيتامينوفين؟ متاح اوفر ذا كاونتر ميديكيشن، بيتباع في السوبر ماركت، لكن هو امن، لكن جرعات العاليه دي في الاغلب سوسايدال تندنسي، اكتر من 10 جرام هي اللي بتؤدي للليفر فيلير. هل هو وحده؟ اي انتي ياثر على الليفر، لان الليفر هو اللي بيعمل ديتوكسيفيكيشن. فعندك اي انتي بايتيك، معظم الحاجات الموجوده الانتي تي بي ده كاتيجوري مختلف حتى في المانجمنت بعد كده. الانتي فانجل، الانتي فايرال، مش دول بس، ده انت عندك لسته، حتى الانتي كونفالجنت، الكيمو ثيرابي، في ادويه كتيره. ما تنساش تاخد الهيستوري بتاع الدراجز في حالات الاكيوت ليفر فيليا. مش الدراجز بس، انت عندك التوكسينز زي الكحول، الكوكين، مش دول، ده في عندك حاجات زي الافلاتوكسين، المشروم بويزنينج اتحط له كاتيجوري وحديه حتى في المانجمنت. لكن مهم تدور على الهيربال ميديكيشن، اللي عاوزه تخس وبدور على الشاي الاخضر والكافا كافا والحاجات دي من الاعشاب بتاعت العطارين، حاجات من اللي بنشوفها حاليا من الاكيوت ليفر فيلير من الخلطات المختلفه. مهم تدور على الهيستوري بتاع الاعشاب في عيانين الاكيوت ليفر فيلير. نيجي لنقطه تاني مهمه ما ينفعش ان احنا ننساها، وهي الانفكشن. الانفكشن دي كتيره، من ضمنها اللي بيصيب الليفر زي ان احنا بنسميهم هيباتوتروبيك فيروسز A و B و E وغيرهم، والنون هيباتوتروبيك زي السيتوميجالو والبشتاين بار والهيربس، ودول هتدور عليهم في الانفستيجيشن. لكن ما تنساش ان في كاتيجوري تاني من الانفكشن زي الدنج واليولو فيفر والملاريا، ممكن يبقى الفيرست بريزنتيشن بتاعها اكيوت ليفر فيلير، والمانجمنت مختلف على حسب كل كوز وحدين. عندك الفاسكولار كوز، الليفر ليد يور بلاد سبلاي، ومعروف ان ليه فينوس اوتبوت. من ضمن الحاجات اللي ممكن يكون الفيرست بريزنتيشن اكيوت ليفر فيلير، العيان اللي جاي بشوك، العيان اللي جاي بهارت فيلير، ممكن يكون البريزنتيشن بتاعه اكيوت ليفر فيلير، وده بنسميه اسكيميك هيباتايتس. غيره الباد كياري، لو اتقفل الاوت فلو، والباد كياري ليه اسباب كثيره، ده من ضمن الحاجات اللي هتديك الى اسكيميك هيباتايتس، وهتدور عليها بعد كده بالايمجنج المختلفه. في اذر كوزز زي الاوتو اميون، مشهور الاوتو اميون ممكن يكون الفيرست بريزنتيشن ليه، الاكيوت فاتي ليفر وبريجنسي، الهيلب سندروم، دور عليهم في عيانين البريجننت، الميتابوليك ليفر ديزيز زي الويلسون ممكن يكون الفيرست بريزنتيشن اكيوت ليفر فيلير. عايز اقول لك ان بالرغم من كل الكوزز دي 50% من الحالات ايديوباثيك، ممكن ما توصلش للكوز برغم ان انت تعمل اكستنسيف انفستيجيشن عشان تقدر توصل. نقطه مهمه في البريزنتيشن بتاع المرضى دول، البريزنتيشن في الاول بيكون نون سبيسيفيك، محتاج ان تحط الموضوع في بالك عشان تقدر تدور عليه. عشان كده دايما الادفايس بتاعتنا اي عيان جاي لك بانكفالوباسي دور على الاكيوت ليفر فيلير. دي نقطه مهمه تطلع بيها من المحاضره النهارده. الايفالويشن، طب انا لما يجي لي عيان باكيوت ليفر فيلير ايه الايفالويشن اللي انا بعتمد عليه؟ رقم واحد انا عايز ادور على ان انا اعمل كونفيرم للدايجنوزز، هل ده فعلا اكيوت ليفر فيلير؟ طب الكونفيرم ازاي؟ زي ما قلنا هما ثلاث حاجات: جوندس، كواجيلوباسي، انكفالوباسي. والله محقق الثلاثه دول خلاص هو ده معايا كونفيرم اكيوت ليفر فيلير. لكن لا، في واحده من دول ناقصه، ده هيحط لك الديفرنشال اللي انتوا كلكم عارفينه، ان ممكن يكون العيان جاي
بسيفير اكيوت هيباتايتس، لسه ما وصلش ان هو يكون فالمنت، ممكن يكون ده اكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر ديزيز اللي احنا قلنا، وده كاتيجوري مختلف حتى في المانجمنت. ممكن يكون ده انكفالوباس لاي سبب تاني، عيان اليوريميك، عيان اللي واخد دراج، ممكن يكون دراج انديوز، ممكن يكون ده سيبسيس. يبقى رقم واحد شويه انفستيجيشن، انا بعمل كونفيرم، بدور على الاسوشيتد اورجان دامج. الليفر ده زي ما احنا عارفين ان هو بيأثر على كل الاورجانز، ممكن يجي لك العيان بتدور على الكيدني، بتدور على الهايبوجلايسيميا، دي نقطه مهمه حتى بتتابعها بعد كده في الحالات بتاعتك، بتدور على الالكترولايت ديستربنس، بتدور على السيريبرال اديما، لان السيريبرال اديما مهمه وهي اللي ممكن تموت العيان في الاول. نيجي بعد كده ان احنا بنعمل شويه انفستيجيشن تو ريتش ذا كوز، زي طبعا الهيستوري مهم، سكريننج للفيرال الاي والبي والاي، بتدور على السيريولوبلازمين في حالات الويلسون، لو هي بريجنا تعمل بريجنانسي تيست، الالفا فيتو بروتين لو انت بتدور على مالجنسي. احنا جايين يعني في بعض الحالات ممكن تحتاج في الاخر ان انت تعمل لها ليفر بايوبسي، هي مش روتين بتتعمل، صعب لان العيان اصلا عنده بليدنج تندسي، لو احتجتها تعملها ترانس ديجولار لو كان هيفيدك، لو انت بتدور على انفلتريتيف ديزيز، بتدور على مالجنسي، بتدور على حاجه هتفرق معاك بعد كده في المانجمنت، لكن نوت ا روتين. برضه زي ما اتفقنا ممكن بعد كل ده ما وصلش للكوز. نيجي لعنوان المحاضره النهارده، هو البروجنوستيك كريتيريا. البروجنوستيك كريتيريا ايه الهدف بتاعها؟ الهدف بتاعها ان في حالات ممكن تعدي، يعني ممكن انا اديله علاج ويعدي. انا بدور هنا ازاي اقدر اتوقع ان العيان ده البروجنوستيك بتاعه وحش، فاعمل له ايه؟ اوجهه ناحيه الزرع. يبقى كل البروجنوستيك كريتيريا الهدف منها جايد تو ترانسبلانت، ياتي على راسهم كينج كوليج كريتيريا. طبعا زي ما احنا قلنا الايتيولوجي هيفرق والتايم هيفرق، فحتى الكينج كوليج كريتيريا قلت لك والله يفرق العيان ده اسيتا امينوفين ولا نون اسيتا امينوفين انديوز ليفر فيليير. هنقعد نحفظ؟ لا مش هنحفظ، احنا كلنا الحمد لله معانا موبايلات فيها كالكيوليتر، دخل الميديكال كالكيوليتر هيقول لك العيان ده عنده ايه، تروح كاتب له والله عنده 1 2 3 من دول، هيقول لك والله اعمل له كذا. يبقى دي كينج كوليج كريتيريا. واحده تاني اللي هي الميد سكور، اشهر سكور احنا كلنا بنستخدمه وبيعتمد على ثلاث حاجات، لاين ار والتوتال روبن والكريات. ميد فوق 25 ده الاوتكم بتاعه مش كويس، وجهه ناحيه الزرع. السكور ده في الفالمنت لو كان اكتر من 32 فهو سنسيتيف في حالات الفالمنت، وفي ناس قالت 33 على حسب الكوز. واحد تاني من ضمن البروجنوستيك سكورينج هو كليشي كرايتيريا، برضه بيعتمد على هيباتيك انكيفالوباسي، بيعتمد على فاكتور 5 على حسب الايه، مش مهم التفاصيل قد ما تعرف ان خلاص ممكن تستخدم اي واحده من دول تودي لك ناحيه العيان هيمشي في انهي سكه. في كرايتيريا تاني معموله لحالات المشروم بويزنينج، الكرايتيريا دي اللي هي اسمها سكودو كرايتيريا، بتقول لك والله شوف الانترفال من اول ما العيان كل المشروم لحد ما حصل له الدايريا كام ساعه. ما تستناش في الكرايتيريا دي ان العيان يدخل في انكيفالوباسي، لو دخل في انكيفالوباسي انت كده خسرت العيان، ما تستناش في الكرايتيريا دي ان هو ريتش ذا انكيفالوباسي. في كرايتيريا اخيرا هي مش سوسن كرايتيريا، هي سوان سي كرايتيريا، سوان جايه من البجع يعني المدينه موجوده في يو كي، سوان سي كرايتيريا دي معموله مخصوص للاكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي، لازم تحقق سته من دول، هتلاقي واحده من ضمنهم هي البيوبسي عشان تطلع الريزلت. زي ما اتفقنا معاك كالكوليتور، مش لازم تحفظ الكريتيريا، اي واحده من دول ممكن توجهك العيان ده يحتاج زرع ما تمنجوش عندك. ناتي الى التريتمنت سريعا. رقم واحد في التريتمنت ستابلايز ذا بيشنت، ما توديش عيان وتنقله من اي مكان وهو نون ستيبل. فلما تيجي تتكلم على اول خطوه في العلاج وهي ستابلايزيشن، زي ما اساتذتنا في التخدير علمونا اي بي سي دي اي، وكلنا عارفين الاير واي والبريثنج والسيركيوليشن والديسابيلتي والاكسبوجر. اللي بنحاول نركز عليه ان دايما بروتكت الاير واي، ممكن عيان يحتاج ايرلي انتيوبيشن ممكن يحمي البيشنت، اميديت هيمودايناميك سبورت بالسبورتات المختلفه. لكن اللي انا عاوز اركز عليه، خلي بالك ايه اللي ممكن يموت العيان، اللي ممكن يموت العيان الانكريز انتراكرينيال بريشر من السيريبرال اديما. فالحالات دي ايرلي انتيوبيشن وان انت تعالجه في ليفر ترانسبلانت سنتر وكمان في اي سي يو ممكن تساعد العيان ان هو يعدي. رفعه السرير 30 درجه مهمه، جايد ان العيان ما يدخلش في انكيفالوباسي بالريفاكزيمين باللاكتيولوز بالالورنسين. النيورو بروتكتيف ميجرز مهمه في الحالات دي عشان ما يدخلش في سيريبرال اديما. زي ما قلنا السيريبرال اديما هي والانكريز انتراكرينيال بريشر هو اللي يعمل لك برين هيرنيشن وهو اللي هيموت العيان. لو انت قدرت تحمي النقطه دي هتحسن السرفايفل بتاع المرضى. الخطوه الثانيه وهي السبورتيف كير. حاولنا نجمع السبورتيف كير في صوره، زي ما انتوا عارفين الليفر بيأثر على كل حاجه، فمن ضمنها السيريبرال اديما، سبورت للسيريبرال اديما. هيأثر على الميتابوليك، سبورت للهايبوجلايسيميا اللي ممكن تحصل، صلح الالكترولايت امبالانس اللي موجوده، سبورت للرينال، ممكن تبدا رينال
ريبليسمنت ثيرابي ايرلي، ما تستناوش يدخل في اوفر فوليميا ولا هايبو فوليميا. سبورت للبلمونري، سبورت للكواجيوليشن. الكواجيوليشن عشان تقدر تحكم عليه الاي ان ار واحد دي مش كفايه، انت محتاج تعمل الثرومبو الاستوجرافي، هو متوفر في جامعه اسيوط. الثرومبو الاستوجرافي يقدر يوجهك ناحيه العيان ده ناحيه بليدنج اكتر ولا ناحيه الثرومبوزس اكتر. فالثرومبو الاستوجرافي هو اللي هتحكم بيه، ومش هتعالج العيان على رقم الاي ان ار بس، الا لو انت هتعمل بروسيدور، هتاخد ليفر بايوبسي او هتعمل حاجه ثاني. الحاجه الاخيره الانفكشن في العيانين دول مهم. الساينز بتاعت الانفكشن الكومن اللي انت هتدور عليها ممكن ما تكونش موجوده، ممكن ما يجيش العيان بفيفر، ممكن ما يجيش بالحاجات اللي انت متوقعها. لو لقيت العيان بدا يبقى رابيد ديتيريوريشن، حط الموضوع في بالك، امبيريكال انتي بايوتيك، قد تحتاج امبيريكال انتي فانجل في بعض الحالات برغم ان هي هيباتو توكسيك، لكن ممكن ان احنا نحتاجها في سيرتن سيتويشن. ده بالنسبه للسبورتيف تريتمنت. هتحاول تعالج الايتيولوجي. طب ايه الايتيولوجي المختلف؟ والله انت عندك الاسيتاماينوفين، انت بتدي الان اسيتايل سيستاين. الان اسيتايل سيستاين ليه جدول، عندك حل من اثنين، يا تتصل بدكتوره ناهد زي ما احنا بنعمل، ندي الجرعه كام هي هتحسبها لك وتقول لك، يا اما ان انت عندك ميديكال كالكيوليتور هيقول لك والله العيان ده انت عايز تديله اورال، عايز تديله اي في، والبروجنوزس بتاعه ايه، ومشيه ازاي بنفس البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه. الحالات الثانيه زي الدراج انديوز، برضه وقف الدراج وهتدي الان استايل سيستين. في بعض الحالات ممكن تحتاج تدي استيرويد سيرابي زي ما احمد رضوان قال، الهيباتيتس بي هتضطر تدي الانتي هيباتيتس بي سيرابي. السيتوميجالو ممكن تضطر تبدا الاي في جان سايكلوفير، والهربس ممكن تبدا الاي في اسايكلوفير ايفن without waiting the result of the PCR. ممكن تبداهم امبيريكال لو كان العين جاست على التست ان هو بوزيتيف اي جي ام. المشروم اتحط له يعني تريتمنت ما كانش موجود قبل كده، محطوط في اخر جايد لاينز اللي هي معموله 2023 اللي هو السيليبيلينج، وقال لك ان انت لو ما عندكش ده ممكن تضطر تدي الاي في بنسلين لو كان متاح معاك. الويلسون لحد الان ملوش بروبر تريتمنت. ناس قالتك ممكن تعمل كونتينوس هيموفلتريشن بلازما اكستشينج، لكن انت توقعه من الاول ودور عليه عشان تبدا توجهه ناحيه الترانسبلانت. بالنسبه للاوتو اميون ستيل الاي في كورتيكوستيرويد لازم يتاخد حتى امبيريكال. عندنا مشكله في عيانين الليفر فيلير بالنسبه للنوع، حتى الكورتيكوستيرويد اللي انت هتديه ما تديش البريدنيزون، هتضطر تدي البريدنيزولون. ادي الاي في هيدروكورتيزون احسن من دول. هل ندي الدكسا ولا لا؟ كل الكلام ده لسه مختلف فيه. ريح نفسك، ادي الاي في هيدروكورتيزون من الاول. لو واحده بريجنال طبعا ديليفري، لو ما اتحسنتش بعد الدليفري هتضطر توجهها ناحيه الترانسبلانت. البات كياري انتي كواجولانت اتحسن خير وبركه، ما اتحسنش ممكن تحاول معاه بتبس، ما اتحسنش مفيش حل غير ان انت هتلجا الى الترانسبلانت. نيجي للنقطه المهمه، وفي يوم الترانسبلانت النهارده احنا عايزين نقول ان الليفر ترانسبلانت لازم تاخد العين وتطير بيه ناحيه الترانسبلانت سنتر، ما تعالجوش عندك. يبقى ايرجنت ليفر ترانسبلانت ستيل هو الستاندرد اوف كير في كل حالات الفالمنت ليفر فيلير. كونسيدر از هاي از بوسيبل، ده ليه برايورتي حتى في الحالات، لازم يتعالج العيان ده في ترانسبلانت سنتر، اقرب ترانسبلانت سنتر وديه فيه. انت محتاج ان الليفر اللي حصلت فيه مشكله تشيله وتحط ليفر سليم. مش متاح، ده محتاج ليفنج دونر على الاقل، لحد دلوقتي ما عندناش الكادافيريك دونر ليفر ترانسبلانت، ومحتاج يتحضر بسرعه، واحيانا بنتنازل حتى عن الاي بي او انكومباتيبلتي. البروجنوستيك فاكتور اللي احنا شرحناها هي اللي هتوديك ان انت تحاول تجيب العيان هنا. مش كل الحالات ماشيه يعني هتعدي كويس، لكن الاوت كام بتحكمه بارامترز كتيره. البارامترز دي بتختلف على حسب سن العيان، حسب البرزنتيشن، حسب التايم، حسب الكوز، حسب اللي احنا قلنا عليه. مين الاوت كام بتاعه؟ يعني لو كان سنه كبير، لو كان ميل، لو كان نون فايرال ايتيولوجي، لو انت اضطريت تعمل اي بي او انكومباتيبلتي، كل الحاجات دي هي اللي في الاخر بتاثر. نيجي لنقطه تاني، في انت عندك العيان بتعمله سبورتيف تريتمنت وبتحضر العيان للليفر ترانسبلانت، ممكن العيان يقع منك في النص. فبدات تظهر حاجات اكسبيرمنتال شويه زي البايو ارتفيشال ليفر سبورت، ان انت تحط على جهاز المارس اللي هو الموليكولار ادزوربنت ريسيكولار سيستم، او ان انت تعمل له اكستنسيف بلازما اكستشينج، ان انت تعمل له كونتينوس هيموفلتريشن. في ابحاث بتقول لك والله انت ممكن تعمل انترابيرتونيال هيباتوسايت ترانسبلانت. بدا يظهر ترم جديد اسمه اوكسيلري ليفر ترانسبلانت، ان انت تجيب جزء من الليفر، يعني تسيب الدونر زي ما هو، تقطع منه جزء وتجيب جزء من الريسيبيانت وما تشيلش الليفر بتاع الريسيبيانت، يعني تخليه زي ما هو معاه كمساعد ليه. ده عليه ابحاث حاليا بيقولوا ان نتائجه احسن، الاوت كام لسه مختلف فيه ما بين الاستاديز. لو قدرت تحقق دول ممكن تعمل سكسس وتقدر تنجو بالعيان بتاع الاكيوت ليفر فيلير اللي هو يعتبر واحد من الكريتيكالي البيشنت.
احنا عايزين نقول يعني الحاجات اللي احنا كنا عايزين نركز عليها. فكر دايما في اي عيان جاي disturbed conscious liver ان هو ممكن يكون acute liver failure. العينين دول ممكن يكونوا non specific presentation. حط الموضوع في بالك عشان تقدر تدور عليه. refer to transplant center. ما تعالجش العينين دول بره. urgent liver transplant still the main curative treatment and هو الستاندر اوف كير في الحالات دي. المحاضرات دي هتلاقوها ان شاء الله على القناه بتاعتنا وهتلاقوها على الصفحه بتاعتنا على فيس. وما تنسوش تدعوا للناس اللي علمونا السهم الاحمر ربنا ينصرهم في الوضع اللي احنا فيه. شكرا.